الاصوات استشاري امراض بطن عامه وعلاج التدخين، ورئيس مجلس امناء مؤسسه صحه مصر، ورئيس اللجنه الدوليه لعلاج ادمان التبغ. التلات جهات دولت وانا بمثلهم وموجود فيهم، بنشارك جمعيه القلب المصريه في المؤتمر السنوي بتاعها اللي هو بينعقد السنه دي للتوعيه طبعا عن امراض القلب. عاملين حمله ابتديناها من فتره طويله، بقالنا حوالي 5 شهور تقريبا من متعاونين مع بعض ان احنا نوعي عن امراض القلب، وابتدينا بالذات بالتدخين لانه التدخين سبب رئيسي للمدخن وللي حواليه. فعملنا حاجه من 5 شهور في 30 سبتمبر اللي هو اليوم العالمي للقلب، برضو كانت رياضة وكان في توعية وكان في يوجا وفي أنشطة كثيرة وكان في كشف طبي على الناس وكان في لقاء بالسادة المسؤولين برضو عشان خاطر نطالبهم بتنفيذ قوانين القلب وقوانين التدخين أقصد ومنع التدخين. في المؤتمر النهاردة احنا ابتدينا بفعالية للأطفال، معنا مدرسة من المدارس المتميزة جايبة الأطفال بتوعها وجايبة الكبار بتوعهم علشان خاطر يشاركونا في الحدث، وبيرسلوا رسالة لكل العالم ان الأطفال بتطالب الأبهات وبتطالب الأمهات وتطالب المسؤولين احموا قلبنا واحموا قلبكم عشان خاطرنا. هيبقى يوم بقى بعد بكرة اللي هو يوم الجمعة 24 ان شاء الله في مركز التنمية المستدامة اللي هو عند آخر الأوتوستراد، وهيبقى في جري وماراثون في اليوم دوت على مدار اليوم، وهيبقى في رياضة في المركز التنمية نفسه جوه مركز التنمية نفسه، وهيبقى طبعا الدعوة مفتوحة لكل الناس، هيبقى في طيارات بتصور الموضوع من فوق لأن احنا عايزين نوصل رسالتنا للعالم كلهم إن كلنا متضامنين بما فيهم الإعلام بما فيهم الصحفيين بما فيهم الأطباء والدكاترة والجمعيات الأهلية، إن احنا عايزين يا جماعة قلوبنا نحميها. قلب المصري دلوقتي بقى بيعاني من حاجات كتيرة، منها تلوث، منها تدخين، منها أكل مش صحي، منها نقص رياضة، منها سمنة، فالعملية مش ناقصة، وعايزين نحميها لأن التكلفة على الدولة عالية قوي في العلاج بتاع الأمراض القلب، والتكلفة الشخصية للواحد كان كويس وبيرعى أسرته وبعد كده يتعب وأسرته تتعب بسببه عشان خاطر سلوك ممكن يغيره، عشان خاطر يمتنع عن التدخين وهو مش عايز أو مش قادر أو مستهين بالموضوع، عشان بيأكل أكل مش صحي وبرضه مش فاهم ومش سائل. فلا، عايزين كله يوعي القصة وعايزين الرسالة تبقى قوية، وعشان كده احنا كلنا متوحدين، جمعية القلب المصرية، مؤسسة صحة مصر، مؤسسة مصر للتنمية المستدامة، الروتري، أندية الروتري في مصر، وشباب اتحاد كليات الطب في مصر، كله بيتوحد وبندعو الجميع للمشاركة سواء في الماراثون أو إن شاء الله في أنشطتنا القادمة في المدارس والجامعات وكل الأماكن في مصر. هننتشر تحت شعار رد قلبي وتحت شعار شخصي احنا بننشره برضو في صحة مصر، ارميها ودوس عليها عشان احنا مهتمين بالذات بقضية السجائر والتدخين. يعني عمر حسن، المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. احنا النهاردة في يوم جميل عاملين تحالف ضد التدخين، طلعنا فكرة اسمها رد قلبي. التحالف داخل فيه ناس كتير، مؤسستنا مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومؤسسة صحة مصر والاتحاد الدولي لطلاب طب وجمعية القلب المصرية. فكرة اليوم اسمها رد قلبي، عاوزين نحافظ على قلوبنا وقلوب كل المصريين. فيمكن النهارده بنعمل توعية بس من نوع مختلف، مركزين على الأطفال، ولادنا وبناتنا صغيرين. فزي ما شايفة كده جوه في كراريس تلوين توعية صحية للأطفال عن خطورة التدخين. يعني كراسة التلوين عالية تحدى التدخين، بتحكي لك عن طفل اسمه علي شاف أصحابه بيشربوا سجاير. عليه هركب تايم ماشين آلة زمن، هيسافر 40 سنة، هيشوف أصحابه بعد 40 سنة ازاي بقى مرضى قلب، فيرجع لأصحابه ويحكي لهم ويبدأوا حملة ضد التدخين. جزء منه هتلاقي مش قادر اخد نفسي عشان كان جوه في نشاط رياضي، في دايما صله رهيبه بين مرض القلب وعدم ممارسه الرياضه، واحنا بطبعنا كشعب مصري الناس ما بتميلش ان هي تلعب رياضه. فلو هنقول روشته بسيطه عشان نحمي نفسنا من مرض القلب، وجزء كبير ليه علاقه حتى بالنساء والتوليد. ستات كتير ما تعرفش ان القاتل رقم واحد للسيدات هو مرض القلب. لو سالت اي ست مين هو القاتل رقم واحد تفتكر ان هو سرطان الثدي، بس والورقه والقلم القاتل رقم واحد هو مرض القلب. عاوزين نحمي نفسنا من مرض القلب، نبعد عن التدخين، نلعب رياضه، ونعرف رقمنا. يعني بقول لكل ست زي ما انت عارفه رقم موبايلك ورقم الكريدت كارد، في ارقام مهمه في حياتك لازم تعرفيها زي رقم الضغط، السكر، الكوليسترول، الوزن.